الحمد لله وعلى نبيه المصطفى وصلاة وسلام على نبيه وصحبه المستحقين الشرف وآله وصحبه المستحقين الشرف. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من وعاشروهن هنبدأ حلقتنا بالمعروف زي ما اعتدنا وكما تعودنا دوما إن احنا نبدأ حلقتنا لها حل بمشكلة فهي ونعود إليكم بعد الاستماع إليها لنجد لها حلا. فهيا بنا. لقيت زوجي في يوم بيقول لي أنا اتجوزت ومش عايزك تزعلي. بعد الصدمة الأولى ولسه ما خدتش قرار هكمل ولا ننفصل، ما عداش شهر ولقيته ما بيجيش يزورنا لا أنا ولا ولاده إلا يوم كل أسبوع. مصروف البيت بقى بيفاصل فيه، ما بقاش لي أي علاقة لا بيا ولا بالأولاد، بس تأدية واجب. أكيد ده ما يرضيش ربنا صح؟ هو ليه التعدد أصلا؟ وإمتى الراجل مسموح له بكده؟ كنا قد أنهينا الحلقة الماضية وذكرنا إن من بين الأمور التي جعلها الإسلام حلاً لمسألة العقم عند الرجل أو عند المرأة إباحة التعدد بشروط معلومة معينة وضعها علماء الشريعة. فإحنا النهاردة إن شاء الله حديثنا سيكون عن التعدد، وعاوز أقول لحضراتكم معلومة في غاية الأهمية. المعلومة دي ممكن نسقها في سطر واحد، ألا وهي الإسلام قد جاء لينظم أمر الزواج في حد ذاته، والإسلام قد جاء ليضع حدا للتعدد. تعالوا بينا نفهم إيه معنى الكلمتين دول. أول حاجة خالص، هل حضرتك وهل حضرتك تعرفي إن ما قبل الإسلام في أيام الجاهلية كان الزواج مش بصورة واحدة زي اللي احنا عارفينه دلوقتي، اللي هو ولي وشهود وصيغة وقبول وإيجاب ومهر؟ أبدا، كان الزواج قبل الإسلام ليه أكتر من نوع وليه أكتر من صورة. من ضمن الصور دي حاجة بنسميها زواج الشغار أو البدل. إيه هو زواج الشغار أو البدل؟ كان ممكن واحد عنده أخت وواحد صاحبه عنده أخت تانية، فعايزين ده يتجوز أخت ده وده يتجوز أخت ده، هيعملوا إيه؟ يبدلوا، ده ياخد أخت ده وده ياخد أخت ده من غير ما يكون في منهم مهر. مفيش فكرة المهر ومفيش فكرة الصداق، ولذلك سموا هذا النوع بزواج البدل، بيبدلوا الأختين مع بعض. طيب هل ده أجازه الإسلام؟ أبدا، الإسلام ما أجازش النوع ده، فده كان نوع موجود في أيام الجاهلية. نوع تاني اسمه زواج المباضعة. يعني إيه زواج المباضعة؟ المباضعة معناها إن الرجل والمرأة واحد متجوز واحدة، والواحدة ديت عايزة ترزق بأولاد بصفات معينة، عاوزة ابنها يطلع ذو وجه جميل وذو حسن تام وذو قوة هائلة إلى غير ذلك، فتروح تعمل إيه؟ بالاتفاق مع جوزها تروح تتفق مع واحد إن هي عياذا بالله تعمل معها علاقة حميمية حتى تحمل منه. ليه؟ علشان ياخد الصفات الوراثية من الرجل ذو الحسب والنسب. طب ده اسمه ايه؟ ده اسمه نكاح المباضعة، يعني بتاخد الصفات الوراثية لابنها مع علم جوزها. في نوع ثالث بنسميه بزواج الرهط. يعني ايه زواج الرهط؟ كان ممكن المرأة يدخل عليها اكثر من رجل، اكثر من واحد في العلاقة الحميمية، وبعد ما بينتهوا من امرهم من فكرة الاستمتاع و فاذا ما حملت تختار واحد من الناس اللي دخلوا عليها واقاموا معها العلاقة الحميمية، تختار منهم واحد علشان يكون أب لابنها. ومن ضمن الأنواع زواج المتعة، زواج التأقيت المؤقت اللي هو معروف بقبول وبإيجاب، وممكن يكون في مهر وممكن ما يكونش في مهر، والإسلام حرمه. وده طبعا معروف إنه في بداية الأمر كان حلال ثم حرمه الإسلام ثم أحله الله ثم حرمه الإسلام. آخر حاجة من زواج المتعة أنه كان حراما. من ضمن برضك الأنواع زواج الصداقة اللي هو احنا بنسميه زواج الخدن، الصداقة اللي بتكون في السر بين رجل وبين امرأة. العرب كانت بتقول على النوع دوت ما لم يظهر فلا بأس به، ما استتر فلا بأس به، وما ظهر فهو لؤم. يعيبون هذا النوع لو تم في علانية، لكن ما دام موجود في الستر ما فيش أي مشكلة. بس أنا عاوز حضرتك وعاوز حضرتك تتخيلي معايا كده الشكل اللي كان قبل مجيء الإسلام. أكتر من صورة للزواج، أكتر من صورة للزواج. الإسلام جاء عمل إيه؟ الإسلام جاء لينظم هذا الأمر، فحرم كل هذه الأنواع وأبقى على نوع واحد فقط، وهو المعروف بالإيجاب وبالقبول وبوجود الولي وبالشهود وبالمهر اللي احنا عارفينه وبيتم في الوقت الحالي. طب ده ليه؟ الإسلام عمل كده ليه؟ علشان حاجة واحدة، يحفظ حقوق المرأة
ومكتسباتها. ومن هنا بقى لما الإسلام جعل الزواج شروط معينة وضوابط معينة، دخل بقى على الجزئية الثانية اللي هو موضوع الحلقة النهاردة، التعدد. عاوز أقول لحضرتك وعاوز أقول لحضرتك إن الإسلام جاء ليحد من التعدد. فكرة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، الإسلام جه علشان يحط حد، ما حدش يجوز له شرعا إنه يزيد على الأربعة. وهنا السؤال، يعني هل من الممكن كان الواحد قبل الإسلام إنه يكون متجوز أكتر من واحدة؟ طبيعي جدا، ده كان ممكن واحد يتجوز 20 و30، وممكن واحد يعدد في فكرة الزواج من الصور اللي أنا قلتها لحضراتكم. علشان كده الإسلام لما جه جاء لينظم أمر الزواج، ومن بينها فكرة التعدد في حد ذاته. طيب عمل إيه بقى فكرة التعدد؟ قال لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وخلوني أقف عند فكرة التعدد هنا وأقول بعض الأمور. التعدد يا جماعة الأصل فيه الجواز، إن هو مباح، ده الأصل فيه. ولكن التعدد تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. يعني إيه الكلام ده؟ فاكرين حضراتكم لما أنا قلت إن ممكن يكون من بين الحلول اللي الإسلام وضعها بين الزوجين علشان تستمر العلاقة لما يكون واحد منهم عقيم والتاني مش عقيم، إنه أباح للتعدد مدام بالرضا الطرفين أو حتى بعدم رضا الطرفين، اتنين بيحبوا بعض لكن ربنا سبحانه وتعالى ما شاءش إن هم يخلفوا. في الصورة ديت الطرف اللي هو الأول اللي هو الزوج يجوز له شرعا، خاصة في حال إن المرأة هي اللي عقيم. طب في حال إن الرجل هو اللي عقيم يجوز شرعا للمرأة أن هي تطلب الطلاق للضرر وما فيش أي مشكلة خالص. طب في حال بقى إن المرأة هي اللي عقيم يجوز شرعا للزوج أن يتزوج بأخرى. وهنا السؤال المهم جدا، هو التعدد مطلق يعني ولا مقيد في الإسلام؟ هنجد أن الله سبحانه وتعالى جعل التعدد مقيد بضوابط شرعية معينة. إيه هي الضوابط دي؟ تكمن في فكرة الاستطاعة وتكمن في فكرة العدل بين الزوجات. الاستطاعة المالية، إنه يقدر يفتح بيت تاني، وهو ده اللي احنا بنقول فيه للناس اوعى تفكر في الزواج من ثانية إلا إن كنت قادر أصلا على الأولى وقادر على الثانية. يعني أنت النهاردة فاتح بيت وربنا سبحانه وتعالى موسع عليك في المال وموسع عليك في القدرة البدنية، وعندك ظرف معين، مراتك مثلا ما بتخلفش وعاوز تتجوز بواحدة تانية، تزوج. ما فيش حد يقدر يقولك حاجة بشرط ان انت تكون عندك القدرة البدنية والمالية، وبالشرط التاني انك تعدل. طب افرض ان انت مش هتعدل، في الحالة دي يكون التعدد في حقك حرام. يعني انت يا مولانا بتمنع الزواج من الثانية؟ ابدا، مين قال كده؟ الزواج يا جماعة وان كان مباح الا انه مقيد بضوابط شرعية مرعية، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة، هنقتصر فقط على الواحدة في حالة ان انت حضرتك مش قادر تعدل بين الاتنين، والشرط ده مهم جدا. وهنا خلوني اتكلم عن حاجة مهمة. ايه هي؟ ثقافة التعدد ما تقدرش تمنعها مطلقا على كل الشعوب، لأن الثقافات بتختلف. مصر غير السعودية غير اليمن غير سوريا غير الغرب، الثقافات بتختلف. فما تقدرش أن أنت النهاردة تبدأ تقول أن التعدد ممنوع شرعا لأنه مش موافق لمجتمعك مثلا على سبيل المثال. أبدا، الموضوع له ضوابط شرعية ممكن ننظمها. من الممكن أن احنا نمنع الزوج الغير مستطيع على الزواج بأخرى، واحد مش لاقي ياكل وعاوز يتجوز بواحدة تانية، في الحالة دي الزواج في حقه حرام. يجوز لولي الأمر إنه يمنعه من الزواج. ليه؟ لأنه هيرتكب حرام، هيظلم واحدة تانية. طب مدام هيظلم يجوز لولي الأمر أن يمنعه من هذا الظلم. وهنا في نقطة مهمة جدا، إيه هو الظلم؟ هل الظلم دوت اللي هو الميل القلبي؟ ناس كتير جدا عندها الشبهة دي، تقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فبالتالي إحنا هنمنع أصلا فكرة التعدد. أبدا، المراد هنا بالعدل العدل القلبي، الميل القلبي، إنه يستحيل حتى وإن حرص الإنسان إن هو يعدل بين اتنين في نفس درجة المحبة.
اتجوز الأولى واتجوز التانية. الأولى بيحبها أكتر علشان ليه أولاد، والتانية بيحبها بشكل ما علشان حاجة تانية خالص، وممكن يتجوز تالتة ورابعة بكل الضوابط والشروط. فإذا المراد بفكرة العدل هنا ولن تستطيعوا أن تعدلوا فكرة العدالة القلبية، مش هيقدر إن هو يوزن بين الاتنين في نفس المحبة. وهو ده اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاله، قال اللهم إني قد عدلت فيما أملك، أنا قدرت إن أنا أعدل بين الأزواج فيما أملك، اللي هو إيه؟ القدرة البدنية والقدرة المالية، وبيدي دي ليلة وبيدي دي ليلة ودي ليلتين ودي ليلتين، ما بيظلمش أبدا. وهو ده على فكرة مشكلة السائلة، إن هي بتقول إن جوزها لما اتجوز بواحدة تانية ظلمها، هنا الزواج في حقه حرام. طب نيجي بقى نشوف كمالة القصة اللي احنا بنقولها، فكرة الميل القلبي. إذن المراد بعدم العدالة القلبية، ربنا بيقول إيه بقى؟ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وهو ده صاحبة السؤال اللي بتقوله، إنه سابها ما بقاش يجي لها في الأسبوع إلا ساعتين أو ثلاث، هل ده حلال؟ أبدا حرام. ليه؟ لأن فيه ظلم بين للزوجة الأولى. وهنا هنرد على شبهة تانية، فكرة إن الناس تقول طب أنت كده هتظلم الأولى، مين اللي قال إنه هو ممكن يظلمها؟ ممكن يعطيها كامل الحقوق. طب ما هو في ضرر واقع على الأولى. صحيح، في ضرر واقع على الأولى وفي نفع واقع على واحدة تانية، إذن الكفة متزنة، واحدة بتتضرر وواحدة بتنتفع. بالإضافة حضرتك لازم تاخد بالك من حتة مهمة، الغالب أصلا في الزواج الثاني والثالث اللي هو احنا بنعالج بيه فكرة وظاهرة العنوسة، لأن فكرة الزواج من امرأة ثانية أو ثالثة الغالب بتكون إما مطلقة أو أرملة. احنا عاوزين ننزل للواقع يا جماعة، بلاش الأحلام الوردية أو التصورات الخاطئة. غالب من يتزوج زوجة ثانية إما أن تكون أرملة وإما أن تكون مطلقة. هل ده حرام؟ أبدا، مين يقدر يقول إن ده حرام ما دام هناك ضوابط شرعية مرعية. وبالتالي نقدر إحنا نقول في الحالة دي تضررت امرأة وانتفعت أخرى فلا حرج. طب دي هل ينفع إن هي تطلب الطلاق؟ طبعا يجوز لها شرعا إن هي تطلب الطلاق إذا ما تضررت من هذا الأمر، بل إن العلماء نصوا على جواز إن الأولى لما تيجي تتجوز جوزها تضع شرط إن هو ما يتجوزش عليها. هل ده حلال؟ حلال، ونص العلماء على ذلك، يجوز لها شرعا إن هي تكتب في عقد الزواج ألا يتزوج بأخرى من البداية. طب ما كتبناش ومشيين والدنيا تمام وهو حب يتجوز بواحدة تانية مع توافر الشروط المرعية الشرعية، لا حرج في ذلك مطلقا، لأن أنا بالتعدد بحل مشكلات تانية كتيرة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وخلي بالك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلنا لم يتزوج امرأة بكر إلا السيدة عائشة، أما غير ذلك فإما أن تكون مطلقة وإما أن تكون أرملة. ففكرة التعدد في حد ذاتها مش راجعة لمسألة الشهوة أكتر ما هي راجعة إن احنا بنحل مشكلات اجتماعية بضوابط شرعية مرعية. وتعالوا بينا نسأل سؤال تاني مهم، هل يجب على الزوج إن هو يخبر مراته بالزواج الثاني؟ يجب عليه؟ لا يجب على الزوج إن هو يخبر زوجته الأولى إن هو يتجوز ثاني. أصلاً ده لو قال لها معظم الزيجات بتتدمر بسبب ده. يعني إذن فكرة الإعلام في حد ذاتها ليست شرط صحة، ليست شرط صحة، يعني الزواج الثاني مش متوقف على إعلام الأولى، ولا يجب على الزوج إن هو يخبر مراته الأولى، بل بالعكس إن الفقهاء قد قرروا أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. يعني ممكن يتزوج ولا يخبر زوجته بهذا الأمر من أجل ألا يفسد البيت الأول ويظل الوضع كما هو عليه. وفي النهاية عاوز أذكر حضراتكم باللي أنا قلته، التعدد وإن كان الأصل فيه الإباحة الجواز بشروط مرعية وضعها العلماء، إلا أنه تعتريه بقية الأحكام التكليفية. ممكن يكون التعدد حرام، وممكن يكون التعدد مكروه، وممكن يكون التعدد في بعض الحالات واجب، وممكن يكون التعدد في بعض الحالات مستحب. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وهستناكم إن شاء الله في حلقة جديدة، وما تنسوش تشاركونا مشاكلكم وتعليقاتكم بخصوص هذه المشكلة أو أي مشكلة أخرى من المشاكل الزوجية، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.